أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. بابا مالك ملاحظ إنه أمي طولت شوي جوا؟ قوم طلع عليها يقوم صار لها شيء. شو يخرب بيتك إيش عبوري دي؟ يا لطيف إيش هاد؟ وحياتكم هلا بلشت حرب السام. بابا اخ يا بنت الصرامي، اصلا هالمشاكل صارت كلياتها من تحت راسك من طول ترسانك. ايش رايك رح ابلش فيكي انت اول وحده؟ تعي لافرجيكي. قولي ام عبيده، ام عبيده بتوحشي حالي. نعم مش تفضلتي، الحقك انا وشي، خليني الحق حالي وبعدين افكر بموضوعك. قولي الحقك يخرب بيتك، انا بدي مين يلحقني من الاخير؟ اللي رح يحاول يلحق. قولي قولي كل قصة كنت تروح تكوني لحالي. قوم جدا، قوم انت كمان، قوم قوم قوم. قولي فعلا تكون قيل البالي، ايش عامل انا هلا؟ يا دوبريني انت يا تعملي شيء، انا رجعي اعمل لك والله. لا طربشك تطربوا شو تاك يا تل، انتوا هربوا انتوا هربوا، وين كنتوا تروحوا يعني؟ جايتكم طولوا بالكم. وانت يو عمي عاد لسه بالك ليش ما عم ترقت معهم؟ والله بدك بتوخذيني يا شرشبيلو. هلا انا حاولت اقوم اركض بس ما احسنت، اتحرك معي التهاب العصبي الوركي. وبعدين عيب عليك انا رجعت ويدك تضربيني، عيب عليك. بعدين انا ضيف عندكم، بدك تضربيني بدك تضربيني. لا 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 وين تضربك بدك تضربك ام عباده، اذا بتقربي على ابوي رح يصير بدنا نركب. ها اوعي قولي 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 قولي، لقد ارتعشت من الخوف وعملت هاجس الوالد الداخلي، خوفتني كثير. ولك لسه الك عين توقف تحكي معي، ولك مالك خجلان على حالك وانت راس الفتنه بالبيت هون؟ لا وجاي اعمل لي حالك عقيد. الله ممتاز، ايش رايك رح ابلش فيك انت بقى؟ تفضل لعلك. قولي قولي دخيلكم، هجمت شرشبيل، هجمت هجمت هرب هرب هرب. يعني بدك رح تنزل؟ بدك تنطر عمرك فوق ما رح تنزل، بسيطة. وانتو خليكم جوا ها تطلعوا، انا بعرف شو ما اجيبكم. وانت بما انك رجال كبير يعني عمي، قوم لم حالك وطلع على بيتك يلا، قبل ما يطقوا هالفيوزين بقى يعني بمخي وطربشك تربش. ها قوم احسن لك. خرب بيتك، قمة في السفالة والندالة، لسانك هيك طوله. أبو شرشبيل لازم تكشي هاي الصبارة، بدي أخذها معي لأنه لا ما حذرت الصبارة ما بتطعم البيت طاول، لأنه في تار قديم بيني وبينها واليوم لازم تصافى. اليوم يا أنا يا أنتي. يا رب دخيلك، طالما الشغلة صار فيها تارات خلينا أقوم أروح على بيتي ناصلي أنا، تنباعوا بالعزا كلياتكم. قولي ظهري دخيلكم. ايوه بما انه هلا ما بقى غير انا وانتي بالبيت، هيك بقى انا بتعملي فيني هيك، انا بتعملي فيني هيك، جاي افرجيكي. قومي بقى يا شرشبيل واللي بدك اياه انت بس امريني. ماشي اسمعي لاقولك، بما انك ساعدتيهم كلياتهم لحتى ينتقموا مني، هلا صار الدور بالعكس، هلا لازم تساعديني لحتى انتقم منه كلياتهم. ولا هي شغلتي، انا هلا رح اقعدك على خطه لحتى تطلع لي الداعي بقى. قولي 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 على البلبل التريناها، كان ضروري نعمل فيها هيك. خدوج خدوج سمعتيني وينك انتي؟ انا هون هون انا هون بالغرفه الثانيه مباشره، بس في عندي مشكله بابا ده امي عم بتقفل، شو بدنا نقفله؟ اوعك بنات الطهاء اذا بتشوفك امي رح تطربشك تربش، اوعك تطلع. يا ربي دخيلك على هالبلوني، ناقصني انا. شوفي بقى ابو عباده طلع على السطوح وما بده يرجع ينزل طاول، اي في هذا الاخير، هذا حصته بالاخير. اول شيء لازم اخلص من هدول المصيبتين اللي عندي، خدوج وعباده. واول شيء بنحكي عن خدوج، خدوج مسطول ايش عملت؟ دخلت على باب الغرفه اللي ما بينقفل طاول، هي بسيطه كثير، برفسه وحده بصير عندها جوا وبطربشه. بس المشكله مو هون الله، المشكله جوا عند عباده، لانه عباده ايش عمل؟ دخل على الغرفه اللي بتنقفل وهون الورطه، شلون بدنا نطالعهم بقى؟ شلون بدنا احسن نطالعهم لبرا بخطه محبكه؟ شغلي مخك بقى وهاتي لاشوف. ايه وبعدين انتوا بدكم تطلعوا لي من جوا؟ بدكم تموا طول عمركم جوا؟ الله يطعمكم توقعوا بين ايدي، عبالة خدوش سمعانين؟ طلعوا عبالكم احسن لكم. اهدي امي اهدي، والله متفهم متفهم ها؟ وكل شيء بدك اياه رح يصير امي، كل شيء بدك اياه. بالله شو؟ هلا صار كل شيء بدي اياه بصير؟ ماشي يا سيدي، انا موافقة على كلامكم، طلعوا انتوا بس، انتوا بس تطلعوا وشوفوني وافد، طلعوا. شو؟ نطلع؟ هيك امي بدك بس تطالعينا حتى تقطينا؟ لا مانا طالعين. ولو معقول انا عامل فيكي هيك يا ام كرش؟ انت بنتي حبيبتي وحيدتي، معقول انا عامل فيكي؟ اطلعي انت بس،
انت بس اطلعي وشوفي ايش قد بحبك. طاي طاي هلا صارت بنتك حبيبتك. اوعي بالقرش، اوعي تطلعي. ها هلا زبطتي مره بتكسر تكسير. انا بعرف هالجمله منيح لانه لا يا بسيطه يا عبيده. ماشي انا بفرجيك، خليكم جوا لا تطلعوا. انا وقفت لكم هون، ها انا واقف هون عم بستناكم. بدكم تطلعوا لا يعني هاي واقفه. ايه ما رح نطلع، ما رح نطلع. بس بابا وجده وينهم؟ ما يسمعنا صوتهم. ابوكي هرب على السطوح، بس ماني تركته هلا. لا تخافي له وقته، خليني اخلص اول شيء منكم. وجدكم رجال كبير يعني، ما معقول قاطته، خليته يروح على بيته. بس لا تخافوا رح اضربكم عنه، لا تخافوا. ولك ليش بدك تضربينا بداله؟ ما بكفينا الضرب، رح نحكي له احنا كمان. ياي ولك هذا صوت الصباره، يخرب بيتك، مالك امان منوب. انا داخل على الحمام، ما طار صوت طاول. يلا تصفلوا، انا رايحه ادخل على الحمام. الله يطعمكم طاول برا. ها مجرد ما اسمع صوت باب فتح رح اطاركم راسا من الحمام. انا رايحه على الحمام. ممتاز، هذا صوت الباب، معناها دخلت على الحمام. خليني رايح اهرب اطلع ابو عبيده بسرعه من فوق على السطوح عشان ما تمسكني. ممتاز ممتاز، ما في حدا. خدوج طح طح ساعة عمك مالك هون، امك مالك هون. يا ربي دخيلك هس ولا كلمة. ولا اسمع عبادة، ايش في؟ ليش صوتك راح؟ عبادة ايش صار معك؟ عبادة عبادة ممتاز، وهي خلصنا من اول واحد والكمال على الطريق. خليني اشحطه قبل ما تحس خدوج. يا بصار والله ما عاد فهماني شيء. لقوم انكمش عبادة، قولي اذا انكمش تشبحه. طيب قطع لما قطع، والله بدك وقفك. ايش اعمل؟ حد يفهمني بس. جاك الموت يا تارك الصلاة. قولي شكلي رح اموت. امي ايش صار مع عبادة؟ ايش سويتي معه؟ عايش الساعة. هلا انت عبادة يا تاكلي همه، على وقت سالي حالك انت اول شيء. بسم الله. يو شبك خايفة؟ انا جاي اتفاهم معك بس، مزبوط ولا لا صبورتي؟ والله ما في عندها منك على وجه الكره الارضيه، يخرب بيتك من حالي. طولي طولي بالك، انا بفهمك، هي وحده خبيثه، لا تطمنينا، هي صباره وحده كتير 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 خبيثه. شوفي من وقت ما دخلت على البيت توقعنا مع بعض. ها طولي بالك، في حاج بقى، هلا شوي تاني بصدق. ولا كلمه. وبعدين مع البركة بقى هيك بدي اتم هون مثل القرد لقيت صاحبه. ايش بدي اعمل؟ عجب انزل تحت ولا ما انزل؟ قطتها لاولادها ما قطتهم، بك ايش بصير؟ يو وعلى ايش مستعجل حجي؟ انا جيتك لنفسي. افتحي الباب، افتحوا افتحوا. ربي دخيلك ام عبيده، ام عبيده طولي بالك، ولا طولي بالك، انا مالي علاقه بالموضوع طاول. ها ايه ايش علي؟ افتحي الباب ونتفاهم. نفتح دي حاج بقى نتفاهم. قلتي لي وايش الضمان لحكيك بقى؟ بدك ضمان؟ قلت لي ماشي يا عمو، ما دار بفرجيك ايش اعمل. ولك صح الباب مفتوح. ماشي يا عمو بدر، انا نازل لتحت، بدك تم هون يعني؟ اذا كنت رجال حقني لتحت، بسيطة. يا ستي روحي انت وماني نازل لك، وراح ابقى هون وراح انام هون. قال افتح الباب، قال وهي بركة هون، لاشوف شلون بدك تدخلي علي. هذا الباب مفتوح، ماله خبر الغبي. خليني هون احسن لي. قال ايش شو؟ افتح لي الباب، فكرتني مثل ولاده الجدبان. يوه 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 سكر الباب على السوا حجي، لو بتدخل عليك سكره. مسكر مسكر لا تاكلها مسكر. يا ربي دخيلك ام عبيده، انت جايبك لهون نفخت برا، انت بتاني واحد. يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. بس شلون؟ الدخله حلوه لا تقول لي. ولك يا غبي تارك لي باب السطوح الثاني مفتوح عشان ادخل عليك. على هندسة الباب صح الباب، شو بس الباب الثاني مفتوح. لا بس على فكرة صايرة طرزان نظامي انت. ها طرزان وبعجبك، وهلا تفضل معي لحتى اوديك لعند ولادك لانه عم بيسألوا عليك كثير. اجاك الموت يا تارك الصلاة. لك الشهاد ايش فيه؟ يا لطيف عبادة عبادة خدوج
انا مربط هيك؟ ليش انا مربط هيك؟ قلت بس فهمونا ايش في الصاير؟ مين هيك ربطنا؟ ولو انا ما شاء الله كان شكلنا ما رح تصير ليلة من العمر على ايش نايم يا مبدا؟ طولي بالك بدك تطول بالك ممكن تعمل حالك رزان فوق امكرش راح ابلش فيكي تفضلي لا 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 امي لا امي يا لا امي 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 شبك امي شبك امي يا كاتبسكي لا تحسكي امي يا كاتبسكي امي الحمد لله وهي خلصنا من الجوز صار دول الاخبار رجعنا ولا ما بدنا رجعنا ولا بقلك ها ايه حاجة تطور وتقصر بدي اشحطك يعني بدي اشحطك يا شو هاد يا ربي تحيلك انفضحنا ام عبادة هاد القلبية هاد القلبية انفضحنا يا ايش هالبقادة شلمنا بعبادة وايش هالبقصة الازرق الحلوة ايه والله شكلك راح تشرح كتير شغلات الساعة اذا بدك تضل معند فضل بقى اوعك ام عبادة اوعك بطلقك ها بطلقك ام عبادة عبالك بطلقك ام عبادة ام عبادة